أيها الإخوة الأعزاء، أعلم أن قدر من اليأس والإحباط تسرب لنفوس الشباب بس نتيجة ما يحدث فيها منذ 3 يونيو، لكنني أحذر نفسي وأحذر كل شباب مصر وأبنائه من أن العدو الأساسي والخطير علينا كلنا هو اليأس والإحباط. لن نهرب إلى مساكننا ونخلد للراحة طلبا لعدم قام معايا طلب كارم لهذا الوطن. لن نفعل هذا ولن نخرج من هذا الوطن إلى خارج الوطن طلبا للراحة وتعالى. سنصلي نواضل بعون سبحانه وتعالى مدركين أنه لا قوة لنا ولا حول إلا بالله سبحانه وتعالى. نظل نفس ما نستطيع نعرف جيدا أننا نواجه قوة غاشمة ومستبدة متحصنة بالإعلام وبالفساد، لكن إن شاء الله سأنتصر هذا الشعب وانتصر شباب المخرج وما زال بضحي شبابه اللي أرادوا حتى أن يحرموه من أن يتمتع بمجاهد مقهور حتى يرى ماتش كورة، فيجب أن يراق دمه وهو يذهب ليتفرج على ماتش كورة كأنهم أرادوا أن يكتبوا على هذا الوطن الحزن والشرائط السوداء. أبدا، سينطلق هذا الوطن وسيملأ نفوس أبنائه الثقة في ربهم ومولاهم، وسيملأ نفوس أبنائه السعادة والقلب والأمل في بناء هذا الوطن.